السلام عليكم، أهلا بكم متابعي جنوتوكس. في هذه الحلقة سنتعرف على كيفية تقليص حجم الفيديو إلى أقل سعة ممكنة لرفعه بكل سهولة وعدم أخذ مساحة كبيرة من القرص الصلب أيضا. كمثال سنأخذ هذا المقطع بحجم 59.4 ميجا بايت وتقليصه إلى أقل حجم ممكن من خلال هذا الأمر على الطرفية، وهو عبر برنامج FFmpeg. سأقوم بنسخه كوبي ثم أفتح الطرفية ولصق الأمر عبر Ctrl Shift V أو عبر نقر على زر الفأرة الأيمن ثم Paste. المتغير الذي سأغيره هنا هو اسم الملف الذي نحتاج إلى تغييره. بداية الاسم ثم نقر على أو الضغط على زر تاب لإتمام الاسم بشكل تلقائي. بالنسبة لاسم الخروج سأتركه Output، بعد التصدير سأقوم بتغييره لا مشكلة. الآن نضغط على زر Enter وسيبدأ ب التحويل. الأمر سيأخذ بعد المدة حسب حجم الفيديو. سنعود بعد الانتهاء من عملية التحويل. بعد انتهاء عملية التحويل والتي أخذت تقريبا 6 دقائق و47 ثانية، والملف المخرج حجمه 11.5 ميجا بايت بدل 59.4، والملف حافظ طبعا على جودته دون أي مشاكل. كما تشاهدون فرق كبير في الحجم بين الملفين مع المحافظة بشكل كبير على جودة الملف. هذا الأمر سأتركه لكم في الوصف لاستخدامه متى احتجتم له. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.